بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنونه البليغة في أسلوب التشبيه. البحث 6 ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه. الأولى، قد تشبه أشياء بأشياء، ثم تارة يصرح بذكر المشبهات، كقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. يبقى يعني يذكر المشبهات، يعني المشبه والمشبه به. كويس، ادي معناه المشبهات. المشبهات اللي هو حاجتين، المشبه والمشبه به. فيصرح بذكر المشبهات، يعني يصرح بالمشبه والمشبه به. وتارة لا يصرح به، بل يجيء مطويا على سنن الاستعارة، كقوله: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، يعني غير سائغ شراب، لكن حذفها خلاص، فهمت؟ ما صرحش بيه. وقوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، يعني ما يبقى ايه، رجل رب واحد بس ورجل تاني اربابه كتير، يجي يرضي ده يزعل منه، وده يرضي ده يزعل منه، يفضل مش هيرضي اي حد. فبيشبه الذي اشرك بالله شركاء متعددين بالمشتت، مش عارف يرضي مين وما يرضيش مين، بالانسان الموحد الذي ليست له علاقه الا باله واحد، فاذا ارضاه اثابه واذا عصاه عاقبه، فلا يكون مشتت الوجدان. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما هل يستويان مثلا. الحمد لله. يبقى ايه لما عمل المثال ده، مثل بمين؟ بالمشرك والموحد، ما ذكرش بقى ايه المقابل، مش كده؟ برضو ذكر احد المشبهات ما ذكرش التاني. ليه؟ ايه؟ لانه معلوم السياق. قال الزمخشري: والذي عليه علماء البيان أن التمثيلين جميعا من جملة التمثيلات المركبة لا المفردة. بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادة معزولا بعضها من بعض، لم يأخذ هذا بحجزة ذاك، فتشبهها بنظائرها كما ذكرنا، وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء تضمنت حتى صارت شيئا واحدا بأخرى. زي إما يقول لك مثلا: مثل الذين حملوا التوراة إيه ثم لم يحملوها، صورة على بعضها كده، كمثل حمار يحمل أثقالا. يبقى صورة الحمار اللي بيحمل أثقال ما يعرفش قيمتها، زي اللي إيه خدوا التوراة وما عرفوش قيمتها فما نفذوهاش، فبقوا كالحمير، فاهم؟ فهي الصورة على بعضها. ونظائره من حيث اجتمع التشبيهات، كما في تمثيل الله حال المنافقين أول سورة البقرة، قال الزمخشري وأبلغه الثاني، يعني هو شبه المنافقين بتشبيهين، تشبيه أول وتشبيه الثاني. التشبيه الأول اللي هو إيه كمثل رجل أوقد نارا، مش كده برضو؟ ده التشبيه الأول. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ده التشبيه الأول. التشبيه الثاني: أو كظلمات في بحر اللجي، مش كده؟ أو كصيب من السماء فيه
ايه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. يبقى شاب تشبيه اول بمجموعه اوقدوا نار بينت لهم النور بتاعها بين لهم الطريق وبعد كده انطفأت فصاروا بعد ذلك لا يروا شيء. ده اول تشبيه. التشبيه الثاني كصيب من السماء اللي هو المرض المطر يعني المطر الشديد يسموه كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. يبقى هو بيتكلم بقى ان التشبيه الثاني ابلغ من التشبيه الاول واشد يعني ايه في توضيح الصوره لانه ادل على فرط الحيره وشده الامر وفظاعته ولذلك اخر لاننا قال في صواعق وفي رعد وفي برق واصوات مرعبه و لكن التانيين نور واتفقوا وخلاص. لكن ايه التشبيه التاني ابلغ في شده الحيره مع وجود الخوف الشديد وترقب حدوث الايه الخطر في كل لحظه لانه ابلغ له التشبيه الثاني لانه ادل على فرط الحيره وشده الامر وفظاعته ولذلك اخر كان بدا بتشبيه اخف ثم جاء بالتشبيه الاشد بعد ذلك. وهم يتدرجون في نحو هذا من الاهون الى الاغلظ. الثانيه اعلى مراتب التشبيه في الابلغيه ترك وجه الشبه واداته. اعلى تشبيه تقول مثلا ايه فلان اسد، لا جبت اداه التشبيه ولا قلت ايه وجه الشبه في الشجاعه في الشده في القوه في سرعه الهجوم على الخصم، ما جبتش وجه الشبه وما جبتش اداه الشبه كمان. يبقى لما اشيل اداه الشبه وما اذكرش وجه الشبه ده ابلغ شيء. اقول فلان اسد، لكن الاقل بلاغه ان انا اذكر ايه اذكر اداه ايه التشبيه فلان كالاسد، او ان انا اذكر وجه التشبيه بدون اداه التشبيه اقول فلان ايه اسد في شدته او في شجاعته. فهمت بقى ازاي؟ شفت ازاي بيتدرج؟ يعني ممكن ايه احذف وجه التشبيه والاداه، ممكن اذكر الاداه واحذف وجه التشبيه، ممكن اذكر وجه التشبيه وايه واحذف الاداه. فهمت الطريقه؟ وكل حاجه على حسب شده ايه البلاغه وابلغها ان انا احذف الاثنين. ما انا ما بحذف الاثنين بعمل ايه؟ بخلي خيالك غير مقيد، وطالما خيالك غير مقيد تتصور كل شيء بقى. فيبقى ايه ساعتها التشبيه بقى فوق الوصف. فهمت؟ لكن لما بقيده بوجه شبه قيدت خيالك خلاص، بقى وجه شبه واحد، بقى اقل في التشبيه. فهمت بقى ازاي؟ او لو جبت اداه التشبيه يبقى ايه؟ يبقى بينت ان هو يعني ايه مش 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 بنفس قوه الاسد في الشجاعه، لكن شبهه شبهه خلاص. لما اقول اسد كده من غير اداه التشبيه يعني ده هو والاسد واحد في الشجاعه. فهمت بقى المعنى؟ يا رب نفهم. أعلى مراتب التشبيه في الأبلغية ترك وجه الشبه وأداته. نحو زيد أسد، مكتوب أنا عندي أشد. صح اللحة أسد، كان عندي شين. هي أنا عندي شين فخليها أنت سين بقى عندك. أما ترك وجهه وحده فقول زيد كالأسد، جاب أداة التشبيه ما قالش وجه الشبه. وأما ترك أداته وحدها فكقولي زيد الأسد شدة أو أسد في شدته. فهمت؟ جبت وجه التشبيه ما جبتش أداته. وفي كلام صاحب المفتاح إشارة إلى أن ترك وجه الشبه أبلغ من ترك أداته. إحنا قلنا أبلغ حاجة إن أنا إيه؟ أحذف وجه الشبه وأداة الشبه، دي أبلغ حاجة. طب واللي بعديه؟ إن أنا إيه؟ إن أنا قال لك صاحب المفتاح ايه؟ ان انا اترك اداه الشبه، اترك وجه الشبه واذكر الاداه. وادناها في الشبه ان انا ايه؟ اذكر وجه الشبه دون الاداه. فهمت؟ هم عايزين يرتبوها كده. قال لعموم وجه الشبه. واحد تاني خلفه قال له لا مش كده. قال له ايه؟ قال له لانك انت لما ايه؟ لما بتترك الأداة بيحتمل المدح والذم.
لكن لما بتذكر وجه الشبه بتقيد. يعني ايه؟ يعني لما اقول فلان كالاسد بكاف التشبيه وما ذكرتش وجه الشبه، ممكن كالاسد في ايه؟ في مثلا سوء رائحه انفه وفمه، لان الاسد ابخر، لما تقرب لنفس الاسد لا تتحمل رائحه نفسه، كريهه جدا، فهمت؟ لانه بياكل اللحوم واللحوم تتعفن في فمه فتعمل ريحه كريهه جدا، يسموه ابخر. فلما اقول فلان كالاسد وما ذكرتش وجه الشبه، يمكن اريد ذم، احتمال ان انا اريد ذم، بدل ما اقول عليه ابخر اقول كالاسد، يعني ايه؟ في سوء رائحه فمه، فهمت ازاي؟ ما قلتش انا وجه الشبه بقى، يبقى بخبي الذم ايه، وفي نفس الوقت ايه؟ انا بخبيه جوايا انا، لكن الناس يفتكروني بمدحه وانا اقصد اذمه، الناس يفتكروني بقول عليه شجاع وانا قصدي ان انا اقول ايه؟ ان هو ابخر وكريه الفم، فهمت بقى ازاي؟ لكن لما اقول وجه الشبه لا يتحمل الا المدح بس. لما اقول ايه؟ فلان اسد في شجاعته، ما جبتش انا وجه، يبقى انا ايه؟ قيدت. يبقى لما بحط ايه؟ اداه التشبيه قد اريد مدحا وقد اريد ذما، لكن لو جبت وجه الشبه لا اريد الا المذكور. وعشان كده قال لك ايه؟ قال لك بالعكس بقى، يبقى لما تحذف الاثنين ابلغها، والثانيه لما تحذف إيه؟ لما تحذف اداه الشبه وتجيب وجه الشبه، خلافا للي ايه؟ للي قبله. فهمت القصه؟ طيب. وخالفه صاحب ضوء المصباح لأنه إذا عم واحتمل التعدد ولم تبقى دلالته على ما به الاشتراك دلالة منطوق بل دلالة مفهوم، فيحتمل أن يكون ما به الاشتراك صفة ذم لا مدح، وهو غير لازم في ترك الأداة إلا أن يقال يلزم مثلها من تركها، لأن قرينة ترك الأداة تصرف إرادة المدح دون الذم. فهمت؟ يعني لما بترك الأداة وإيه؟ واذكر وجه الشبه يبقى بتبقى ايه؟ متمحضه في المدح. وذكرهما كقولك، ممكن بقى تذكر الاثنين الاداه ووجه الشبه، تقول ايه؟ زيد كالاسد شده، جبت اداه الشبه اللي ايه؟ كاف، وجبت وجه الشبه اللي هو الشده. واضح؟ الثالثه، قد تدخل الاداه على شيء وليس هو عين المشبه ولكن ملتبس به، يعني ممكن يدخل الأداة على غير المشبه، فهمت ازاي؟ المشبه به، لكن ايه؟ بتدخل عليه ولا اقصد التشبيه به، اقصد التشبيه بايه؟ بالمجموع الجملة اللي جاي، هيدي لك مثال تفهم. واعتمد على فهم كما قال كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحوانة، بشبههم بقول عيسى ولا بالحواريين؟ يعني كان حقه يقول ايه؟ كونوا انصار الله كالحواريين، صح ولا لا؟ لا، قال كما قال عيسى ابن مريم، يبقى دخل أداة الشبه دخلت على غير ايه؟ المشبه به، فهمت؟ لكن السياق بينها، كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، كأنه عايز يقول لنا كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصارا لله، مش كده برضو؟ المراد كونوا أنصارا لله خالصين في الانقياد كشأن مخاطبي عيسى إذ قالوا. ومما دل على السياق قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وفيه زيادة وتشبيه الخارج بالمعتاد. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفر عن ذكره الغافلون.